موضوع ما نسيتش عليه يا جماعه، في واحد اجب علي بكلاش في كلاس بسرعه، وقت الانتقام. افتح لي كلاش في كلانس. جاهزين يا شباب؟ نشوف مين اللي هجم علينا. صار اسمه مش منزل يعني كلاش في كلانس يا جماعه، واليوم راح نشوف في احد هجم علينا. سجل الهجوم، سجل الدفاع. اوكي، سارق مني 600,000. انتقام على السريع. ايش هذا قدامي؟ يا ديدي انا ما شفتوش. صدمة عمري. يا الله، شو الدعوة هسه مع هذا؟ اوكي، لحظة يا جماعة، شوي علي. الزلمة بنمسح بس. الفكرة كيفك تهجم؟ أول شيء إنهاء المعركة. أول شيء كل شيء معي، صح؟ هذا اوكي، الملك مش معي. مش هيفيدني الملك، تعرفين ليه؟ طيب أنا هضرب اثنين هان واثنين هانا. ماشي، هحط تنين هانا وتنين هانا. لا، اوكي خلصنا من الأول، بس الثاني شو وضعه؟ إيش هنعمل معه؟ ايش هنعمل بالتنين؟ في تنين راح. طيب جمد لي هاي. لا انا خسرتها اساسا يعني. والله جيجي، والله جيجي، يعني اغبى كائن على الاطلاق. لا يا الله، يا تنانين مشان الله شدوا. يا رب يضرب المدفعية بصراحة شي. يا جماعة اضربوا. اوكي، مش هنلمسه. نايس، اوكي اشتغلوا. الامر شغل، الامر لازم نجيب منه نجمة على السريع. شدوا لي التنانين انتوا اثنين. يلا، في واحد هيموت، مات الاول. يا ابن البيت الملكة. طيب وين الملكة؟ ها الملك لسه بتشك في الصور. يا زمان. اوكي رجعنا الدارك. ماشي، اوكي رجعنا الدارك، بس للاسف ما رجعناش باقي الموارد. الملك وينه؟ اوكي الملك من الاسبوع الماضي في التطوير. خلص يا حبيبي، انت شو بتعمل لحد الان؟ اصحى شباب، اكتبوا لي في التعليقات بدنا كلان، يعني لازم ادخل كلان وتعطوني دعم عشان لما يجي نصور. يعني ايه ده؟ طيب يا جماعه مش عارف وين وصلنا. بس انه هننتقم من واحد ثاني، خلينا نشيك عليه. زي ما حكيت لكم، مجهز له بالونات ولافا. والملكه الماشيه، فلتتفضل. بدي ادخل عليه بطريقة معينة. شوفوا، اللهم صل على سيدنا محمد. خش ايتها الملكة. الامر خليه جوي، تمام. لو سمحتوا انا عايز تدخلوها جوا، لو سمحتوا مشان الله. انا بدي اياها تضرب هانا. يا رب هذا الحيوان يفهم. ادخلي بالله عليكي، يعني والله اذا دخلتي انك بتكوني اسطورة. حلو، هذا المحترم، هذا الوزرد، شايفينه هذا الوزرد، والله انه اسطورة. راح يدخلها جوا زي الالف. شوفوا، عشان تثبت انها كفو هنعطيها هاي الريج، تمام. وهيك احنا اضمننا انه خلصنا من لا اثنين كرسبو. حرام عليكم. احا، الملكة تحت الضغط. لا انا تأخرت. اعمل ايه؟ ممكن تسرعوا شوية يا جدعان؟ ممكن يا جدعان شدوا. والله يعني فشلة اذا خسرنا بهاي الحالة. انا عم بدور على الامر، يعني لعله وعسى يبين في اي وقت قريب. يعني ممكن تسرعوا شوي، يعني بعد اذنكم البالونات، شدوا الهم شوي يا شباب. يا شباب 50% بس. لا 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 الجوي يا اخي. البيت انا مالي ومال البيت. ليش هيك حظي مع البيت؟ مش فاهم. مش عارف، يمكن السم يقتل البيت. يعني اطلع ربنا ياخذك يا اخي. يا الله. طيب يا جماعه، لحد ما تجهز الخلطات خلينا ايش نعمل. نطور لنا شغله، بما انه صار معي 8 مليون فتقريبا كل الاشياء بقدر اطورها، يعني شغله واحده. ففي عندنا برج قنابل واحد او خمس ابراج ساحر. كم؟ خمس ابراج ساحر. خلينا اخلص من برج القنابل، بما انه يعني لحاله وتسعة ايام فمطول يعني. وهيك بضل عندي 8,800,000. خليهم للجدران بصراحه. انا بفكر اطور او مش اطور، بفكر افتح الرويال باس تبع الكلاش، بحيث ينزل لي نص القيمه ونص الوقت، وكثير يعني بسرع لي عمليه التطوير في القريه. فاقترحوا علي بالتعليقات شو رايكم لو نشتري الرويال باس تبع الكلاش فوكانس ولا لا. واحنا هسه زي ما شايفين هاي الهجمه امامكم، 24 هوك، 13 ساحر، 11 حرامي، 6 مفجر، 3 جولم جليد، و2 بيبي دراجون.
تمام؟ اوكي. طيب يا جماعة هسه بدنا نهجم على الناس اللي هجموا علينا ونشوف، يعني مثلا اول شخص هاجم علي اوكي، نشوف حد ثاني مسكين ما عنده موارد ها اساسا لو هجمت عليه هعرف اجيب نجمة، حتى ما عنده موارد يعني شايفين حرام، يعني عنده 100,000 يعني حرام. نشوف هاتشوف عنده 100 بلس. عندك انت ياسين العزيز تاون 11، جميل جميل، دفاعاتك قوية، ملوكك مزعجين، فنطلع نشرد ونشوف واحد ثاني. لديها درع، لديها درع، لديها ملاش درع، نشوف هاتشوف عنده. هسا انت ولا احلى من مسحك تمام، بس مش همسحك، يعني الهجوم عليك مخسر. هذا الياباني عنده درع، هذا كمان عنده درع، وهذا ما عندهش درع. تاون 11 خفيف لطيف. الملوك ماكس الحمد لله، الملكي في التطوير الحمد لله. طيب احنا من وين نهجم؟ لازم نهجم نخلص من مدفعية النسر، اوكي هاي اول شغلة. الشغلة الثانية لو حطينا جولم ثلجي هانا وسحرين وراه، وجولم ثلجي هانا وجولم ثلجي هانا، نزلنا شوية مفجرين بكل غباء ماشي، وشوية سحرة ماشي مع الملك والملكة والهذا، ونزلنا بيبي دراجون هانا ينظف لنا هاي الزاوية. انا شنو نزلت هسه؟ اوكي انا معتوه، نزلت بيبي دراجون الثاني. طيب الجيش راح يشطح 100%، المدفعية النسر تفعلت يب، الجيش لسه ما اخترقش الدفاعات الأساسية. شوف الجيش وين رايح، الجيش شطح، يعطيك العافية، يا سلام عليك، فعل قدرتك يا فنان. والملك فعل انت كمان قدرتك، الملكة نفسي أعطيها الهاي بس لا، خلينا نخفي هدول شوية. اوكي هدول تحت الإخفاء، ايه ده هدول بتدمجوا بس يا عم. يلا اوكي الهوك، يلا انزل لي بالهوك يا معلم، يلا 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 الهوك 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 يا فنان. شوية حرامية، لا 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 طلعت من الكلاش كلها. اوكي انا حاليا معيش ملوك بالمرة، املي كلياته على الهوك. فالهوك شو راح يعمل الهوك؟ ما عنديش ولا اشي للتنظيف، فيش الا 8 من هذا الاشي. طيب كمان خلطة احياء، الهوك حرفيا ملوش اي روح ابدا، فيش روح احا في قنبلة كبيرة بلعناها. طيب انزل لي انت بالحرامية هذول الاربعة، خلوهم يخففوا لي لاني دائما عارف هجمات الهوك يعني بتجيب العيد فيها بكل بساطة. اوكي جبنا العيد مرة اخرى، جبنا العيد مرة اخرى، الهوك عيد و نجمك العادة، نجمك العادة. معقول اجيب نجمتين؟ يب تجي نجمتين، بس بدي طريقة اسرق الموارد هاي. اوكي اربعة من هذا الاشي، 66% راح ناخذ البيت. يب يا اخي مستواي طايح، يعني لحد الان هاي مشكلة غبية في كلاش اوف كلانس لحد الان موجودة. يعني عندك الساحر مثلا رايح بجهة والحرامية دول المساكين رايحين بجهة، طب يعني كل جهاتكم تعاونوا على كسير، يعني في هان اولوية يعني يا جماعة في اشي مهم هنا. بس معلش الحرامية هان هيعملوا شغل نظيف بالموارد هاي اللي عنده، يعني طيرنا له 100,000 ولا لسه تقريبا روحنا له 100,000. هذول في عندنا شوية حرامية الله يرحمهم، خلينا نطلع من الجيم لانه راح نتهان. يا خسارة الموارد والهجمات والله، يعني بصراحة كان الي يا اخي الواحد والله لازم يتدرب على الهجمات، انا مستواي جدا طايح في الهجمات في كلاش اوف كلانس. اقسم بالله يا جماعة زمان كانوا يتركوني في الحرب، يتركوني للأخير، يعني أنا الجوهر، يعني ورقتهم الرابحة يا جماعة. خلاص مثلا يتركوا الأول والثاني، لأنه عارفين في الحروب تبعت الكلانات لو أنت ما قدرت تمسح الأول، يعني أنت بترتبك الأول وأنت ما عارف تمسح الأول، فعادي خلي أي حدا يجيب لك نجمتين ماشي. فأنا كان ترتيب مثلا يكون 14 15 في الحرب ويحطوني على الأول والثاني أجيب منهم نجمتين، كان الموضوع جدا سهل والحياة كانت حلوة. يعني القرى اللي هم يمسحوها ينزلون عليها، يعني كنت جلاد بس ودائما كنت هيك اخترع هجمات غريبة زي هاي الهجمات هيك الهبد، يعني شوية قولة وعلى شوية اشياء، في هيك اشياء بتصير براسي نزل هاي نزل هناك، بس يعني مش دائما تنجح خططي للأسف، وقلة التدريب واعتزال المهنة يعني عارفين أثروا على مستواي. أشوفكم على خير وإن شاء الله يكون المقطع عجبكم، وانتظرونا في مقطع جديد غدا إن شاء الله. أشوفكم على خير، سلام.